أولى فقراتنا نور من أرض المحبة والسلام، حيث بدأت الفكرة بجهود مجموعة من الشباب السوري المؤمن بأن سوريا المستقبل أفضل. وبدأ فريق سلام التنموي عمله كفريق مجتمعي تنموي يعمل بمجال التنمية المجتمعية. أكيد زينب، مبادرات ومشاريع عديدة أشرف عليها كوادر شاب في الفريق. لنحكي أكثر عن آخر نشاطات الفريق، بيسعدنا نرحب بصباحنا غير اليوم بالمهندسة علا عبد السلام. يسعد صباحك، حضرتك متطوعة بفريق سلام التنموي. صباح النور. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يعني علا، حطينا شوية وسلط الضوء على عملكم بالفريق، رسالة هذا الفريق. تمام. فريق سلام التنموي هو فريق مجتمعي تنموي بيعمل بمجال التنمية المجتمعية بمجموعة من المبادرات والمشاريع اللي بيشرف عليها كوادر الشباب. أغلب متطوعي الفريق هم من الشباب الجامعي المؤمن بفكرة العمل المجتمعي التطوعي اللي بيهدف لنشر رسالة الفرح والسلام بالإضافة لعملية التماسك المجتمعي. تأسس فريق سلام من 4 سنين كفريق طبي بيعمل على التوعية الصحية بشكل عام بالإضافة لمبادئ الإسعافات الأولية. طور الفريق ليشمل فريق هندسي، فريق فني بشقي الرسم والموسيقى، بالإضافة للفريق المجتمعي اللي بيعمل على دعم مهارات وقدرات الأطفال واليافعين والشباب والسيدات. علا، يمكن كثير من النشاطات والمبادرات والفعاليات قمتوا فيها بالفريق، خلينا نحكي عن آخر مبادرة قمتوا فيها، هي بدار المسنين اسمها كمشة حب، كانت بيوم المسنين العالمي. خلينا نحكي عن هي الفعالية، كيف كانت الأجواء، كيف كانت ردة فعل المسنين بهي الفعالية؟ من ضمن المبادرات كفريق سلام مبادرة كمشة حب. ابتدأت كمشة حب هي كمبادرة للمتطوعين الشباب بزيارة شهرية لدار المسنين، دار الأيتام، دار أطفال ودار حقوق الطفل. تطورت المبادرة، كان في عنا بنفس الوقت مبادرة بنفسج يلي هي عم تكون مساحات صديقة للأطفال، عم نكون سوا مع الأطفال لنتعلم نصنع من لا شيء أعظم الأشياء. حبوا الأطفال يشاركونا بضمن مبادرة بنفسج، عم يكون عنا مجموعة من الرحل الثقافية المجتمعية، فحبوا الأطفال يشاركونا ضمن هي الرحل. من ضمنها كانت بيوم المسنين العالمي، شارك معنا متطوعون الفريق مع الأطفال برحلة لدار المسنين لمعايدتهم بهذا اليوم والقيام بمجموعة من الأنشطة والفعاليات مع المسنين. علا، كان عندكم مشاركات ايضا بمشروع ذهب 3، خبرينا عن المشاركه وعن المشاريع اللي قدمتوها. مبادره المشاركه بذهب 3 كنا كفريق تطوعي للتعريف بالفريق وتقديم مجموعه من فرص التطوع للراغبين بالتطوع ضمن الفريق. كنا كفريق مشارك ضمن الفعاليه. طيب احكي لنا عن اجواء فعاليه كمشة حب، لما يمكن رحتوا مع الأطفال لدار المسنين كان في فعاليات نشاطات كمان ضمن الدار، شو هي يمكن الفعالية، كيف كانت الأجواء، خلينا نحكي كيف ردة فعل المسنين. يعني قلتي إنه في نشاطات قمنا فيها بالدار، بس ما حكيتي لنا عن الأجواء كيف كانت، وحتى لما الطفل يدخل لدار المسنين يشوف هدول الناس كمان يمكن بنوعي الأطفال لبعدين إنه أهلهم ممكن يوصلوا لعمر لازم نهتم فيهم نعتني فيهم. اي مبادره عم نقوم فيها مع الاطفال هي عم تكون قيمه مضافه لهدول الاطفال، قيمه او عمل هن حابين يتعرفوا على شيء جديد ضمن المجتمع عم يتعرفوا عليه. بتنموا شيء عند الاطفال نوعا ما. تمام. فهي بس رح احكي شوي صغيره عن من احد مبادرات الفريق، هي تاسيس عده مراكز لدعم مهارات وقدرات الاطفال واليافعين. المتطوعون الفريق عم يكونوا معهم ليأمنوا لهم هي المساحه لينموا مواهبهم وقدراتهم. فدائما اي عمل او اي نشاط عم نقوم فيه هو عم ينمي عندهم قدره معينه او موهبه معينه او شيء جديد هن عم يتعرفوا عليه. طبعا الاطفال كانوا كثير متحمسين للرحله المجتمعيه اللي نحن بنسميها لدار المسنين، نمت عندهم قيمه احترام المسنين، احترام الكبير. كانوا كثير متفاعلين ضمن الدار، غنوا معهم، حتى المسنين كانوا كثير مبسوطين بالاطفال الموجودين، وكثير ودائما واخر شيء قالوا لنا انه ضلوا زورونا، ضلوا تعوا لعنا، نحن كثير بنحبكم، شكرا كثير انكم زرعتوا هي الفرحه والبسمه على وجوهنا. ولا كمان ضمن اعمالكم في ورشات تدريبيه عم تقوموا فيها، نحكي عن اهمها، عن شو بتتناول هي الورشات التدريبيه؟
الورشات التدريبية لتأهيل الكوادر الشابة ليكونوا أعضاء فاعلين ضمن المجتمع. دائما المتطوعين هن بحاجة لهي الورشات لهي المهارات لحتى هن يكونوا كأعضاء فاعلين ضمن المجتمع، يكونوا قادرين يتعاملوا مع الأطفال أو بأي مكان نحن متواجدين فيه. طيب احكي لنا عن ردة فعلكم انتم بالفريق لما تقوموا بهيك نشاطات وفعاليات، ومثل ما قلتي مثلا بدار المسنين قالوا لكم تعوا لعنا، زرعتوا الامل والفرحه يمكن بقلوبنا وعيوننا كانت مرسومه ضحكه، كيف بيكون شعوركم؟ يعني انت متطوعه بالفريق، حضرتك مهندسه بالاضافه لعملك منتميه لهذا الفريق، يعني باوقات فراغك انت كيف بيعطيكي هذا الشيء يمكن حافز وتحدي؟ نحن اي مبادرة عم نقوم فيها او اي مشروع عم نقوم فيه هو عم يكون نابع من حاجة هذا المجتمع. رسالتنا دائما هي رسالة فرح ومحبة وسلام. دائما من باي مكان بنكون موجودين فيه بنحب نزرع هي الضحكة هي البسمة، هذا الامل انه سوريا احلى موجودين ومكملين رغم كل اللي صار فينا، بس رحنا رح نكمل. لسه في لمة حلوة، لسه طبعاً. العالم بتحس ببعض نوعا ما، فطبعا دائما شعورنا بيغمرنا الفرح، وكل مبادرة عم تشجعنا أكثر وعم تعطينا حافز وحماس أكثر لحتى نحن نكمل، خصوصا بعد ردة فعل الأشخاص اللي نحن عم نتواجد معهم عم تشوفوها. طيب علا خلينا نحكي عن شوي عن الفريق، عن عددكم، كيف الأوقات اللي عم تقضوها مع بعض، كيف الواحد في ينضم لكم، هل عم تتفاجئوا بأنه في قعدة بعد كل مشروع عم تحاول تتواصل معكم لتكون معكم؟ كفريق سلام طبعا العدد مو مهم، دائما نقول الكم النوعية أفضل من الكمية. تقريبا أعداد المتطوعين ضمن الفريق كفريق سلام باختصاصاته الطبية الهندسية الفريق الفني والمجتمعي تقريبا بحدود 200 متطوع. المتطوعين حسب رغبة المتطوع هو بينضم لنا وإيمانه بالعمل المجتمعي اللي نحن عم نقوم فيه بالمكان اللي نحن بنكون بحاجة لإله. مهندسة علا خلينا نحكي يمكن من بداية الأزمة لليوم في كثير من الجمعيات ظهرت على الأرض وكان لها دور فعال في المجتمع، خلينا نحكي عن دور هي الجمعيات قديش مهم اليوم، قديش فعليا في يمكن شغل كثير بالمجتمع، آثار الحرب كانت يمكن على أطفالنا وعلى الكبار والصغار وفي تنافس، يعني نحن بصباحنا غير في كثير من الجمعيات بنستضيفهم، في كثير من الشباب بنستضيفهم، حتى الأعمار بنتفاجئ فيها، يعني في أطفال مشاركين مع الجمعيات، في كبار للسن، في جامعيين، في كمان ربات منزل، قديش فعليا اليوم هدول لهم دور فعال على الارض، وقديش بيخلق عندكم نوع من الحماس والتحدي انه الجمعيه هي اشتغلت، لا نحن بنعمل مبادره اكبر، لا نحن بدنا يكون عددنا اكبر، رده فعل الناس بالنسبه لنا كمان تكون اقوى. دائما حاجات المجتمع هي كبيره كثير. ودائما الشباب سوريا ولاده بالشباب، ودائما عندهم هي التحدي وهذا الحماس لانه هم يشتغلوا اكثر لحتى يقدموا اكثر، اي شخص عنده رغبه بتقديم المساعده او ليكون عضو فعال ضمن المجتمع، ودائما هي المنافسه نحن بنسميها المنافسه الايجابيه، لان دائما بتنتقل عدوى ايجابيه بنطلق عليها عدوى ايجابيه ضمن المجتمع بين الفرق التطوعيه او الجمعيات لحتى تقدم افضل ما عندها لتنميه هذا المجتمع او تنميه قدراته ومهاراته. عم يكون في تشاركيه وتشبيك، يعني عم نشوف تشبيك بين الجمعيات، عم يكون في فعاليه اكبر وتشاركيه، يعني عدد من الجمعيات بيشتركوا مع بعض بفعاليه واحده، فهذا الشيء كثير حلو. على مبدا الايد الواحده لا تصفق لوحدها، دائما العمل المشترك او العمل الجماعي هو اللي بيخلق رونق افضل للعمل، ودائما نحن بفريق سلامه بنسعى لهي التشاركيه مع باقي الفرق والجمعيات، وطبعا قمنا بمجموعه من المبادرات والفعاليات كمان كانت بالمشاركه مع مجموعه من الفرق والجمعيات التطوعيه. طيب علا احكي لنا عن موقف مؤثر مريتي فيه بخلال طبعا كونك بالجمعيه بعمل تطوعي ما بتنسي واثر فيك كثير لدرجه خلاك تعطي أكثر. بتعاملنا مع الأطفال ضمن مراكز سلام في أطفال تعلقوا كثير بالمركز وصاروا كثير يحبوا النشاطات والشيء اللي نحن عم نقدم لهم إياه، فمرة والدة طفلة إجت لعنا على المركز وعم تخبرنا إنه بنتها ما رضيت تروح على الحديقة إنه بوقت التسلية اللي عندها أو الترفيه، إنه لا لأنه أنا عندي نشاط بالمركز، فهذا الشيء إنه حسسنا بأهمية
العمل اللي نحن عم نقدمه، وقد ايه نحن عندنا مسؤوليه كثير كبيره تجاه هدول الاطفال واليافعين لحتى نحن نقدم لهم كل ما نستطيع لحتى هم يحققوا الشيء اللي هم بيحبوه. اكيد يمكن كل واحد فينا من مكان عمله قادر يعمل شيء مهم، وخصوصا من بداية الأزمة لليوم تفاجأنا بإمكانيات وقدرات شبابنا السوري. فعلا هن شباب جبارين رغم كل ظروف الحرب، لكن الإرادة موجودة والأمل موجود بكل عيون السوريين، فتحية لكل الشباب السوري. خلينا بالختام كلمة أخيرة بتحبي توجهيها لهذا الشباب السوري اللي كل يوم بيأثبت أنه إرادة الشعب السوري ما بتوقف. دائما نحن كشباب ننطر الخطوة الأولى، فخلينا نكون نحن دائما الخطوة الأولى، الخطوة السباقة لأي عمل بيفيد المجتمع، بيطور وبينمي هذا المجتمع، لأنه نحن أصلا من المجتمع وعم ننطلق منه من المجتمع للمجتمع. أنا بدي أتشكر وجودك يا علا، وموفقين بكل النشاطات القادمة، وإن شاء الله كمان بيكون اسم على مسمى اسم جمعيتكم لكل الناس والشرائح اللي عم تستهدفوها. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك المهندسة علا عبد الله، مهندس متطوعة في فريق سلام التنموية. شكرا كثير لك، وبالتوفيق لكل كادر الفريق. شكرا لكم. محطتنا التالية.